شو 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 هذا؟ اي سكايرم سكايرم سكايرم، ريلاكس 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 سكايرم. اوكي 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 ايش قاعد بصير؟ اوكي شو هذا اللي صار؟ مش فاهم. اوكي تمام بطلت اطير اخيرا. السلام عليكم، شو معكم ميوب. خلونا نبدا المقطع ونحكي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في اخر مقطع صارت عده اشياء، واهم اشي بينهم انه اخذنا مهمه انه لازم نقتل امبراطور سكايرم، وطبعا بلشت اسوي احداث وقتل واشياء عشان احضر للمهمه. تقدروا تروحوا تشوفوها كلها في المقطع السابق، بس اخر اشي وقفنا مرة المهرج سيزارو هجم على المنظمة وبلش يخبط فيهم وبعدها هرب. وطبعا اللي لحق سيزارو هو زوج أستريت اللي هي قائدة المنظمة اللي هسه كنت بحكي معها، وحكت لي اني اخذ حصانها شادومير عشان الحق زوجها اللي لحق سيزارو، وبعد ما الاكيه واتاكد انه منيح اروح اقتل سيزارو بنفسي. فهسه اخذت شادومير ولازم اروح ادور على زوج أستريت. خلينا نشوف وين ممكن يكون. هيني راكب الحصان شادومير. ايش هذا؟ ليش؟ وليه؟ وات؟ اخذوا مني 1000 ذهب، بس دفعوني 1000 ذهب واخذوا الحصان. ايش قاعد بصير؟ يعني معقول اني قتلت واحد من قبل في دون ستار ومسكوني هسه ولا هيك اشي؟ صراحة ما بعرف صراحة. 1000 ذهب راح مني، خلينا نكمل المهمة هسه مش موضوعنا. وراح مني الحصان كمان، يعني بعرف شو اسوي. الحصان راح يكون موجود، برجع محله؟ هيو ايش قاعد شو بسوي هان؟ متت؟ ايش هذا؟ هيو مصاب. اوكي يعني بكل بساطة اثنين خبطوا بعض، هذا المصاب هانا وسيزارو دخل جوا. تمام اوكي، هذا هسه بقدر يرجع على المنظمة، وهذه زي كأنه مقر قديم للمنظمة وسيزارو جوا بيحكي انه مصاب. فخلنا ندخل نشوف. الباب بخوفني. اوكي هلا صار عندي مهمة اقتل سيزارو. يا الدنيا سيزارو جن، سيزارو جن حرفيا. بالمناسبة بالمناسبة قبل ما نكمل هاي المغامرة خلوني احكي لكم شوية اشياء. بكل بساطة حبيت احكي شكرا على كل التعليقات، في كثير ناس بدعموا المقاطع وبحطوا تعليقات خرافية، بحب احكي لهم شكرا لكم كلكم. واحد من التعليقات حكالي انه اذا بدي ازود الصعوبة، اذا شفت اللعبة كثير سهلة. الصعوبة اللي انا عليها حاليا هي ابرنتس، فما راح اغيرها هسا، راح اغيرها في المغامرة الجاية او المهمة الجاية. مرة ابلش بقصة الثورة او ابلش بقصة الفامبايرز بغيرها وقتها، اما هسا راح اخليها على ابرنتس. شكرا اللي بقعد يشرح لي القصة لانه بغلط في كثير اشياء، بس اللي بقعد يشرح لي اياها في التعليقات شكرا كثير. ولكل اللي بيعطيني النصائح وبيساعدني في اللعبة واللي بيعلق بشكل عام شكرا لكم. تمام خلينا نكمل. اوكي سيزارو المجنون تحت، لازم ننزل نقتل سيزارو. اوكي شت في فخاخ، راح اركض بسرعة وراح اقتل هذا. انا بقرأ الكتب على اساس اني ازيد ليفلي بسرعة. هاي مثلا قرأت الكتب وليفلي زاد. وات بيمشي من جوا الجدران. سيزارو يا مجنون وينك؟ سيزارو موجود هنا. أحا بيحكي انه مسكر الباب، طيب كيف تدخل؟ ايش هذا؟ ايش هذا الاشي؟ قوي؟ اوكي لا مش قوي كثير، مش قوي كثير، عادي عادي. دام شو هالاشياء؟ اوكي هان بجوز في اشي جست، في جست ولا اشي؟ في تشيست. لحظة تمام، ايش في جواتك؟ ذهب روبي. هل هلمت؟ مش عارف شو هي بس راح اخذها. هاي سيزارو طلع عليه، كاد بحكي لي اقتل سيزارو ولا يا اما اتركه يعيش على اساس انه هو يعني بيخدم النايت ماذر اللي هي الجثة هذيك، والجثة قاعدة تحكي معي اشياء، فمش عارف افكر اتركه يعيش صراحة. عشان احمس القصة شوي راح اترك سيزارو يعيش. ما بعرف اذا هذا الخيار خطأ، ما بعرف اذا راح يرجع يقتلني، ما بعرف شو راح يصير، بس انا المنظمة اصلا بفكر ادمرها،
انا بدي ادمرها، اخذت اللي بدي اياه، بدي ادمرها هسه. فاذا هذا بيساعدني فراح اتركه يعيش، بس برضه يعني هلا ليش بدي اتركه يعيش؟ عشان سيزارو مبين اكثر واحد عن جد، اوكي هو شوي مجنون تمام، بس سيزارو مبين اكثر واحد بفهم، يعني هو اكثر واحد مرتبط في المنظمه، مرتبط بالنايت ماذر، مرتبط ب، اظن هو احسن واحد في المنظمه واكثر واحد بفهم فيها او متعلق فيها. فاظن اذا في حد بيعرف مصلحه المنظمه هو سيزارو تمام. هو صح مبين مجنون، بس يعني مثلا الجوكر مجنون واحنا بنحب الجوكر، فرح اترك سيزارو يعيش لانه شخصيته مثيره للاهتمام. بعرفش اذا هذا الخيار خطا، بعرفش اذا رح يرجع يقتلني، بس اذا بيساعدني ادمر المنظمه كمان هذا بيكون اشي منيح. فعشان الفيديوهات وعشان القصه رح اترك سيزارو يعيش. هسه بدي ارجع على استريد واحكي لها انه سيزارو مات، مع انه يعني ما ماتش. شادومير هاي الحصان، اوكي يعني كل ما يصير اشي شادومير بيرجع لعند هان. تمام خلص تمام. اعطتني شادومير اعطتني شادومير عشان قتلت سيزارو. بس ما قتلته. المهم يلا نكمل قتل الامبراطور. المهمة بكل بساطة لازم اروح هسه على طباخ الامبراطور اقتله واخذ محله كالطباخ عشان اقدر اوصل الامبراطور واقتله في النهاية. تمام حلو، اوكي. بكل بساطة مهمتي زادت تعقيد شوي، لانه لازم اقتل الطباخ واخذ محله، بس ولا حد بعرف مين الطباخ، فلازم اروح على واحد عارف مين الطباخ اقتل هذاك الواحد، اروح على الطباخ اقتل الطباخ اخذ محله، واذا بقدر اخبي جثته. تمام هلا ممكن تسألني كيف ممكن اخبي الجثث؟ اذا اجيت على اي اشي وطلعت كابس اي بقدر احركه، فبصير احرك جثته بمسكها وبحركها لحد ما اخبيها في محل. معقول سيزارو يرجع عشان يقتلني؟ شادومير حصاني. يلا نروح، في عنا مهمات قتل. استنى شوي، واحد اعطاني اشي ويكي على الارض. وات؟ Meet me at the shrine of Talos. اوكي هلا هذا اوكي اخذنا كمان مهمة، بس هذا مش موضوعنا هسه، هذا مش موضوعنا صراحة. اوكي هذا لازم اعرف انه الاشي وبعدها اكتله. اوكي سكرت الابواب على اساس انه اذا احتجت اقتله، يعني اقتل الثلاثة الموجودين كلهم. اوكي تمام. هلا حكى لي مين الطباخ وحكيت له انه راح اتركك تروح، هسه بروح و قتلته هالاول. هلا راح اقتل هاي. موتي. هلا بدي اقتل الاخير. انت تمام. اوكي حلو قتلتهم كلهم وهيك ولا حد بيعرف مين قتلهم. تمام حلو. عرفنا من الطباخ. نحن سكرت الابواب، هلا بسكر الابواب. وات انا؟ بس 40 ذهب. اوكي خذ 40 ذهب. بس 40 ذهب. بس اخذ 40 ذهب، ف مش مهم صراحه. تمام هلا عرفت انا مين الطباخ، لازم اروح اقتل الطباخ هان، اخذ الحصان بعدين اروح هناك. هلا لازم اروح عند مهمتي، فبنزل من هان. لا 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 شت. اوكي بسيف هان، خليني ادخل اقتله. ضلك هان، راح ارجع لك كمان شوي. ان شاء الله يكون لحاله، بيكون اسهل بكثير شغلي. لحالك؟ اوكي طباخ لحاله. خلينا نشوف شو بصير. انت طباخ؟ يس. حلو. اوكي هلا لازم اخذ منه الرسالة. على اساس اني اعرف. هلا لازم اخبي جثته. اوكي كعب بس حبي جثته، ما بعرف وين اخبيها اصلا. اوكي هيك بعتبر خبيت جثته، ما بعرف ليش بس خبيت جثته هيك. خلينا نروح. حصاني المفروض يكون هان. شادومير هاي حصاني. سوينا المهمة، يلا نروح. اعطاني خاتم خرافي. اوكي استرد يلا خلصت. نقتل الامبراطور. اوكي
ضايل هسه المهمة الأخيرة شباب، لازم أروح هسه أدخل كالطباخ، أروح أحط سم في أكل الملك أو أكل الإمبراطور، بوكلو بيموت وأنا بهرب بطريقة معينة. خلص تمام، راح أقتل إمبراطور سكايرين. أوكي شادومير بحبك، أنت عارف الحكي، أنت صديق الصدوق، يس يس بحبك، بس لازم أروح لحالي هاي المهمة شادومير، بديش أعرضك للخطر. أوكي سمح لي أدخل عشان يعني أعطيته الورقة طبعا. رح أجي هان، أخ بدها ياني ألبس تقية طباخ، لازم أشلح الإشي اللي على وجهي اللي بيخليني أبين كمحارب أسطوري عشان ألبس تقية طباخ. أوكي يلا طلع علي أحسن طباخ في سكايرم. حطي جزر. فامباير داست، حطي فامباير داست. اصبع جاينت، تعرف خلينا نحط نيرو روت. هلا لازم تحطي السم. يعني هسه رح يشوفوني انا الطباخ لابس دروع هيك وسيف وكل شيء وعيون مصاص دماء، بس يعني لابس تقية فمش مشكلة. اشوف الامبراطور اول مرة بشوفه هسه، وين امبراطور؟ هذا هو امبراطور سكايرم. اوكي هسه رح يموت. ايش في؟ وات؟ اوكي الامبراطور، لحظة شوي، كيف الاقي شيء؟ بدي اخذ الاشياء اللي عليه، بدي اخذ هذا، بدي اخذ، اخذت وعيه عشان ليش لا؟ اوعي الامبراطور يعني. اوكي يلا نهرب، اهربوا، قتلت امبراطور سكايرم. وات؟ مسكوني. وات؟ اوكي يلا تعرف اول اشي خلينا اشيل تقية الطباخ لانها مبينة زي غبي فيها، خلونا احط هذا. اوكي خلونا اشرح لكم شو صار. قاعد بحكي لي انه هاي كانت كلها خدعة، هذا مش الامبراطور، هذا واحد بيشبه الامبراطور، وبكل بساطة واحد من المنظمة خان المنظمة وراح حكى عن خطتنا، وهيك هسا قرروا يحطوني بفخ ويقتلوني. هلا مين الخان المنظمة؟ لا تحكي لي انه كان سيزارو، مشان الله لا تحكي انه سيزارو، لانه اذا كان سيزارو راح اقتل حالي. لازم اهرب. يا دي محمد، اوكي كلازم اقتل سيزارو، كلازم اقتل سيزارو، خدعنا صح؟ ممكن تتركوني في حالي؟ اوكي ليديا عايشة، ليديا عايشة الحمد لله. خلينا نروح نحكي لهم انه في حد خاننا، وعلى الاغلب راح يكون سيزارو لاني ما قتلته، بس يعني الحك علي شوي، كان قتلت امبراطور سكايرم، تخيل لو اني قتلت سيزارو. ايش في؟ ليش في احصن هان؟ لحظة انا سامع صوت تنين ولا بتخيل؟ ايش هذا؟ ها صوت تنين، في تنين هنا. اوكي في تنين هان، بس الاهم من هيك انه المنظمة تدمرت، اتطلعوا كلهم ناس من الامبراطورية دمروا المنظمة. يا دي محمد لازم اهيل. شو صار؟ ليش كل المنظمة هان؟ يا دي محمد، اظن شادومير فوق مات، مش متأكد، اظن مات عشان في تنين كامل فوق قدروا يدخلوا. طلعوا كيف الجو، ليش هيك؟ في تنين كامل هان، ايش فيه؟ وهذا واحد من المنظمة مات، هذا زوجها. شت وين لازم اوصل؟ ايش في؟ مين برمي علي اسهم؟ ايش كل ايش قاعد بصير؟ دمروا كل المنظمة. سيزارو خدعني ودمر المنظمة عن جد زي ما توقعت. نظير موت، كان بده يقتل نظير هذا. اوكي كان معه ذهب،
اوكي نظير، شو صار؟ شو صار؟ اغلب المنظمة ماتت، لازم نهرب. او ماي جاد، I am your only salvation. Come embrace me. What? لازم اروح على النايت ماذر. لحظة، الجثة بتحكي لي اجي عليها، ايش في؟ شو اسوي يعني؟ هاي اجيت عليكي. ادخل معك؟ يا الدنيا كمان مرة؟ يا دين محمد، قاعدة تحكي لي انام. بديش انام. نمت. يا دين محمد. Just sit down for a minute. She's here? My sickness, I thought we'd lost. Okay. الجثة احنا وين؟ كيف وصلنا لهان؟ لحظة، شو صار؟ المهم حكيت للجثة احكي مع أستريد. وين أستريد؟ صارت حرب هنا. كيف بدي اوصل لأستريد؟ لحظة. طلع كله دم وأشياء. هذه أستريد؟ حركوا أستريد. لساتها عايشة. Oh my god. أستريد. أستريد هي الخاينة. أقتلها. أعطتني سيفها أول إشي. أستريد. أنت خنتينا أستريد. بس في الأخير حكت لي إنه طرقها كانت غلط، وإني أنا هسه لازم أقود الدارك براذرهود. يعني أنا صرت قائد هذه المجموعة. هذول الضايلين منها أصلاً، ضايل بس نظيره هاي البنت اللي هي مش مستذئبة، مصاصة دماء. كنت رح تخليني أموت أستريد، بس هسه هاي نهايتك. سلام أستريد. تخافيش، رح أدير بالي على شادومير، صار حصاني هسه. أستريد كانت بدها تخون المنظمة، مش تخون المنظمة، كانت بدها تقودها بطرق ثانية. يعني قائدة المنظمة طول هذا الوقت كانت النايت ماذر، فأستريد كانت بدها تقتلني وتتخلص من سيزارو وتتخلص من النايت ماذر عشان هي تقودها بطريقتها. بس هسه عرفت انه طريقتها غلط، فهسه انا بقود المنظمة. منيح اني تركت سيزارو عايش، منيح اني تركته عايش، هسه شفت انه اشي منيح. وراح اروح احكي هسه مع النايت ماذر. ايش بس في هان؟ ايش هذا الاشي؟ في شي بلمع. اخذت هذه. اوكي، هسه باجي بحكي مع النايت ماذر. برضو لازم اقتل الامبراطور، لساتني لازم اقتل الامبراطور. صرت قائد هاي المنظمة بس برضو لازم اقتل الامبراطور. خليني اول شي احكي لنظير شو بدي اسوي. نظير هلا يعني راح نترك هاي المنطقة لانه خلص انكشفنا هنا، وراح نروح على المنظمة الثانية القديمة اللي رحت لحقت سيزرو عليها. راح تصير هناك محل منطقتنا او محل منظمتنا. وهسه لازم اروح احكي مع واحد عشان يحكي لي محل الامبراطور، عشان لازم اقتل الامبراطور. الاعداء لسه هان. اوكي الاعداء مش هانا. احصاني لسه هان. شادومير، ايش هذا؟ هذا واحد، اظن هذا واحد من المنظمة. رجع شادومير. اوكي لساته عايش شادومير، لساته عايش. تمام. يلا اركبك. يلا. وين أستريد؟ تسألش عن أستريد. أستريد ماتت. اوكي انا هسه صاحبك، حبني. وين الامبراطور؟ اوكي حكالي انه الامبراطور على سفينته، لازم اسرع اروح بسرعة اقتل الامبراطور قبل ما يترك سكايرم. بس ليش امبراطور سكايرم بده يترك سكايرم من الاساس؟ مش عارف، بس مش موضوعنا. لازم اسرع بسرعه، الامبراطور لازم يموت. انا برضو بعرف انه ممكن البس شادومير دروع، فلو حد ممكن يحكي لي كيف اجيب الدروع للحصان بيكون شيء خرافي. لازم اروح نقتل الامبراطور. دام طلع سفينته، اظن هذا المدخل صح ولا من تحت؟ اتسلق هذا. اوكي
هلا بكون على السفينة صح؟ وبقعد اكاتلهم واحد واحد عشان اوصل. او شت، مزعته مزع ليديا. لحظة، أول شي بدي أعرف أنو أقوى، السيف اللي أعطتني إياه أسترد ولا سيف ميراك؟ السيف اللي أعطتني إياه أسترد بيعمل 25 وزنه 7، سيف ميراك بيعمل 25 وزنه 3، تقريبا نفس القوة، حتى سيف أسترد أغلى. 25 7، بس سيف ميراك أخف، أظن بقدر أضرب فيه أكثر، أظن، مش متأكد، حد يحكي لي أنو أحسن، سيف أو ولا سيف هذا؟ موتوا كلكم. في اشي هان؟ انت كابتن السفينة؟ ايش معك؟ اعطيني هاي واعطيني هالمفتاح. ايش في؟ اوف، هاي منيحة، هذا اخذه، باخذه، بس صار معي كثير اشياء هيك. لحظة خليني اشوف اسلحتي، راح اتخلص من اسوء اشياء. رميت واحدة من العظم، اوكي مش مشكلة، معي المفتاح، فبفتح هذا الباب. الامبراطور من هان. اوكي تمام، معي المفتاح، اخذت المفتاح من الكابتن فبقدر افتح اي باب. وهي فتحت الامبراطور جوا. اظن. هاي الامبراطور كنت استنى فيه، بده يحكي معي شوي. اوكي احكي، بفكر في الموضوع. اوكي الامبراطور بده يجي علي ويموت موتة رجل شجاع. هذا هو امبراطور سكايرم. جود باي، انا هسه امبراطور سكايرم. بس انا عجبني كيف الامبراطور كان بيستناني، كان حرفيا بيستناني اجي، كان عارف اني راح اجي اكتله. عجبتني شخصيته صراحه. اوكي يلا، هسه هو كان متوقع اني اموت وحكالي عنده طلب اخير، حكالي اني اخذ الجائزه وبعدها اقتل اللي يعطيني الجائزه، اقتل اللي طلب مني اقتل الامبراطور. ف بفكر اسويها لانه شخصيه الامبراطور كانت حلوه كثير. يلا روح ناخذ جائزتنا، اظن الجائزه المفروض تكون شيء كبير كثير صح؟ لاني قتلت امبراطور سكايرم عشانك. راح ادخل وراح اسكر الباب وراي. مات، خلوني اسكر الباب. تمام الباب مسكر. راح اقتلك لسبب بسيط، انك انت بتعرف مين قتل الامبراطور. اوكي ضايل اشي صغير، موت. فيش حدا سمع، فهسه بقدر معه. اوه ماي جاد، معه مصاري للسما. قتلته بسيف استرد بالمناسبه، يعني زي تكريمه لاسترد قتلته بسيفها. لا يعني صح حاولت تخوني، بس قتلته، يعني قتلت خائن بسيف خائنه. اوكي فيلا هسه خلوني اروح استلم جائزتي، جائزه قتل الامبراطور. يعني راح اروح استلمها هسه. أنا صراحة مبسوط إني قتلته، مبسوط كثير إني قتلته. أول إشي رديت على الملك، لأن الملك شخصيته بتجنن، عجبتني كثير، فأعطيته أمنيته الأخيرة وجبت تقريبا بعرفش جواهر قيمتها 2000 ذهبي. هسا أبصر هسا تطلع جائزتنا، كده رح تكون جائزتنا مصاري. خلينا نشوف كده مقدار هديتنا، هديتنا المفروض تكون جوا هاي، نشوف كده فيها. عشرين ألف، عشرين ألف ذهبي. أعطاني هدية 20,000 ذهبي عشان قتلت الإمبراطور وصرت قائد المنظمة، واخدت سيف خرافي، واخدت حصان خرافي. هاي المهمة أعطتني أشياء أكثر من مهمة ألدوين. يا دين محمد، أوكي أوكي، هلأ خلينا نروح على مقر المنظمة الجديد.
هذا هو المقر الجديد للمنظمة، خلينا نشوفه. وين نظير؟ نظير موجود تحت. ايش نظير؟ والله خلى المحل شكله حلو، صار شكله حلو المحل. قتلت الامبراطور. شت، بده يعرف قد ايه اخذت عشان قتلته، يعني شكلي راح اتقاسمها معهم. بقدر احكي له اني اخذت 5000 اقسمها بالنص، اعطيه بس يعني 2500 بس. مش عارف احكي له، يعني صراحة ما بعرف شو راح اسوي بكل الذهب. يعني معي هسه حاليا 10000 ذهب وما بعرف شو بدي اسوي فيه، ف بحكي له 20000 خلص. يعني اذا تقسمناها بالنص باخذ كمان 10000، واصلا صار معي مصاري اكثر من اللي بتمناه في سكايرم، ما اظنش احتاج المصاري، فبحكي له 20000. It is done. What the what ايش هذا؟ has prayed to their mother. اوكي، اجتني مهمة جديدة. اوكي، اهم اشي صار اني حكيت مع نظير وحكيت لي اني اخذت 20000 ذهب. حكى لي اروح احكي مع واحد على اساس انه نظبط شكل المحل، نظبط المنظمة، نرجع نضيف اعضاء جدد وهيك. حكي بال 20000 ذهب، مش متأكد لازم ادفعها كلها، بس حكى لي اسوي هيك. وبعدها حكيت مع النايت ماذر وحكت لي انه لسه في مهمة او كمان مهمات، فشكلها مهمة الدارك براذر هود لسه ما خلصت، فان شاء الله رح نكملها. رح نكمل المهمة اللي بتحكي لي عنها الدارك ماذر او النايت ماذر، ورح نشوف الزلمة اللي بيحكي لي عنه وكده بده ياخذ عشان نظبط هذا المحل ونضيف اعضاء جدد. هسه احكوا لي، احكوا لي في التعليقات، معي صار هسه 30000 ذهب. لازم تحكوا لي شو اسوي فيهم. وحتى لو رحت ودفعت له بجوز 10000 ذهب او 20000 ذهب عشان اضبط المنطقه، برضو احكوا لي شو اسوي فيهم. حكى لي واحد اضبط بيتي، راح اضبط بيتي الحلقه الجايه، بشوف بنتي وبضبط بيتي وكل هالحكي. بس اذا ظل معي كثير مصاري لازم تحكوا لي شو اسوي فيهم، لانهم موجودات على الفاضي. فيب، هذه كانت مهمه اغتيال الامبراطور. صار معنا سيف جديد، صرنا قائدين منظمه جديده، صرنا يعني صارت كثير اشياء خرافيه هالحلقه. فهيك صنت المقطع، ان شاء الله المقطع عجبكم. احكوا لي رايكم في المقطع بالتعليقات، اعطوني نصائح، اعطوني اي شيء، بس اعطوني تعليق عشان بحب اشوفهم. وبس، هذا هو، كان معكم ايوب، السلام عليكم.